ثمة سقوط يأتينا على غفلة قد نشفى منه بعد انتباه، وآخر نختاره في عز صحونا تجنبا لسقوط ثالث لن يسمع دويه سوانا. كان الشاب المجتهد ابن الثانوية العامة عصام سليم من قرية عجة في جنين يحضر نفسه لامتحان اللغة العربية قبل أن تداهمه غفوة خاطفة بين سطور الشعر، سقط على إثرها من ارتفاع 6 أمتار واستيقظ على صوت ارتطامه بالأرض فيما عقله مشغول بأوضاع الشعر العربي. أول ما وقعت يعني صيحت صوت وطلعت علي أمي والجيران واخذوني على المستشفى. خرج سليم سليما من المشفى، صحيح أن جسده أصيب بردود خفيفة لكن عظام معنوياته انكسرت، فقرر الرسوب بالثانوية العامة مؤجلا حلمه إلى العام القادم بعد شعوره أنه لم يعطي كل ما عنده من إجابات لامتحان اللغة العربية الذي قدمه في ضيافة المشفى ورقابة الشرطة. بكيت يعني أنا متأمل، أنه طبعا أنا بكيت أدرس باليوم لا يقل عن 15 ساعة، متأمل أن أجيب معدل وأجيب منحة معدل فوق 95. أعلنت نتائج الثانوية العامة وهذه ليست نهاية الطريق ولم تعد بدايته مع ارتفاع معدل البطالة بين الخريجين إلى 52.5%، فكل مستقبل أخضر يبنى على الشهادات يجاوره تماماً مستقبل يابس. 12 عاماً حين تطوى بنجاح هي مدخل لصفحة جديدة في الحياة، ولم يقف طالب واحد ليسمع نصيحة من معلمه حول أما بعد. ونحن بحاجة إلى مهن صناعية أكثر من يعني بمعنى عملية، تحتاج إلى أيدي عاملة مدربة ماهرة أكثر من احتياجنا للدراسات العلوم الإنسانية وما شابه. من يضمن أن هذه الفرحة لن تداس بالتقادم؟ ومن يقنع الأهل الراقصين على إيقاع مستقبل باهت أن العلم لا يقترن ببذلة رسمية وأيدي ناعمة؟ ربما لو قلت لهم أن السوق تنقصها متعلمون مهنيون لا أكاديميون سيحولون هذه النار اتجاهي، وعليه هيا بنا نرقص ونلعب في عيد ميلاد التعب. من قال إن يد الميكانيكي ليست نظيفة؟ فرق شاسع بين العامل والعامل الماهر. السوق الفلسطينية الصغيرة جغرافيا والضعيفة اقتصاديا تحتاج مهندسا واحدا وخمسة مهنيين، لكن العكس يفرض نفسه دائما. التخصصات التقنية اللي بنقصد فيها باللغة البسيطة اللي هي خريجي الدبلوم المتوسط، هذولا يعني حتى هم مش مكفين حاجة سوق فلسطين، ففيش منهم حتى نصدر برا، مع العلم انه في طلب عليهم شديد جدا من دول الخليج. كل الناس بدهم اولادهم اطباء لعدم الوعي فقط، لانه بدها لاجل التباهي ولاجل يعني ارضاء الذات، مش ما بيفكروا الناس بشكل استراتيجي لمصلحة البلد شو الاحتياجات. ربما فكر عصام سليم بطريقة سليمة، سيدرس من جديد لينافس بمعدل مرتفع يضمن له منحة تمكنه من دراسة مهنة صناعة الأدوية، وطلاب الثانوية العامة سيكتشفون أهمية التعليم المهني بعد سقوط نصفهم في بئر البطالة، سقوطا لا يسمع دويه عداهم. من قرية عجة في جنين، عميد شحادي، وكالة وفاء.